يعني اول ما جه المحافظ انا كنت موجود في قسم الكلى وبلغوني ان المحافظ موجود تحت في المستشفى. انا زرت طبعا رحبت بالمحافظ على قدومه وتشريفه لينا في مستشفى المراغة المركزي، لكن للاسف الشديد اول كلمه قالها فين البلطو. طبعا الاسلوب كان مش لطيف بصراحه، والاسلوب فيه تعنيف مع احترام الحضره. يعني هو المشكله مش انت بتبص ان في دكتور موجود في شغله ومتواجد جاي يستقبل حضرتك او هو لابس البلطو ولا انا عارف ان هو عنده حق في موضوع البلطو، والبلطو ان الواحد بياخد نبطشيه 24 ساعه وارد ان ممكن يحصل عليه اي مشاكل. البلطو ممكن تضطر تستغنى عنه في اسباب معينه، في حاله نزفت على البلطو حصل اي مشاكل هو ده اللي واقف ممكن يحصل معانا في المستشفى. اول ما رحبت بسياده المحافظ طبعا وبعد التعنيف مع البلطو بتاع المهم عرفت بنفسي وحضرته توجه معايا في قسم الكلى واطمن على الحالات اللي موجوده، والحمد لله الحالات كانت امورها مستقره مفيش اي مشاكل موجوده معانا في قسم الكلى. وسال عن وضع الاجهزه اللي موجوده وبتاع، قلت الاجهزه طبعا فيها مشاكل كبيره، والوضع اللي حاصل ده في معظم المستشفيات ومعظم في فريق من الصيانه بيقوم باصلاح الاجهزه اللي موجوده في قسم الكلى، وفي طبعا مذكرات بتوجه لوزاره الصحه بالمشاكل في الاجهزه وبيتم التعامل معها. طبعا بالاضافه في نقص شديد معانا في المستشفى ومعظم المستشفيات في التحاليل وفي الاشعه وفي الادويه الموجوده في المستشفى وفي الاستقبال برضه في الحقن اللي موجوده والوضع هكذا. وفي نقص كبير طبعا في عدد الاطباء في جميع التخصصات. مع احترام حضرتك المستشفى كلها فازت بالدكتور على الموقف. طبعا استحاله يغطي مركز كامل. مركز كامل. طبعا مركز كامل فازت بالدكتور عظام واحد بس. وده عايز فيه من الدكتور اشعه فازت بالدكتور واحد اشعه. برضه الجراحه نفس القصه فازت بالدكتورين. لما حضر محافظ سوهاج وتواجد وسال على الدكتوره اسراء والواقعه بتاعت الطفل. هل فعلا الدكتورة تركب متواجدة ورفض انها تكشف على الطفل او الطفل داخل بتذكرة او غير تذكرة؟ والله انا بالنسبة لواقعة الطفل انا كنت موجود في قسم الكلى فوق. تمام. ماشي، ولما نزل المحافظ او لما طلع من قسم الكلى والد الطفل توجه للمحافظ قال انا الطفل يعني حكى الموضوع اللي حصل. تمام. نزل طبعا سيادة المحافظ، هو المفروض حضرتك اول ما يعني اسأل الطبيب ايه اللي حصل؟ هل كشفت على الطفل ولا هل كذا ايه ده؟ يعني المفروض حضرتك لو في تقصير مفيش مشاكل، حضرتك عاقل ومقصر ايا كان. لكن هو حسب اللي فهمته من الدكتوره ان الطفل جاي متحول من دكتوره من الخارج من بره. كشف عليه في المستشفى، طلب لي تذكره للدخول. مع احترام الحضرة. بس لكن ومع ذلك برضه سياده المحافظ اصر ان انا اكشف على الطفل. حضرتك طبعا في حين حضرتك يعني مش تخصص اطفال. لا مش تخصص اطفال يعني هو انا عايزين نوضح برضو النقطه. تمام. يعني هو انا طلبت منه مع احترام حضرتك مفيش مشاكل، انا ممكن اكشف عليها عادي مفيش مشاكل، بس في حالات لما بتبقى محتاجه حيز او ممكن انت تقيمها ان الحاله دي محتاجه حيز المفروض يرجع للطبيب، وده طفل عنده كام شهر يعني ده اطفال يعتبر مبتسلين ما كملش السنه اساسا، ده يرجع الراي الاول للطبيب حديث الولاده لانه تخصص تبع الاطفال وحديث الولاده. مع احترام ليك، وفعلا هو الطفل نفسه كان مقرر ليه الحيز والاخصائي الاطفال كان مقرر له الحيز وخلاص يعني الموضوع منتهي. هو يعني الانفعال اللي حصل على الطبيبه انا بصراحه شايفه يعني ما يعني حتى لو كان في اي حيب وفي اجراءات ورقيه مفيش اي داعي للتعنيف في الطبيبه.